مساء الخير عليكم، كنتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير. معكم فيديو جديد، هايد جديد. بزاف ديال الناس كيسولوني واش رجاوي ولا ودالي. انا رجاوي، كنت كنسيبورتي الرجاء، مي دابا مبقيتش، فهمتي؟ مبقيتش صافي لونطون ما مشيتش للتيران، واليوم غادي نمشي للتيران وغادي نصور لكم شي فيديو يكون زوين وممتع. وخليكم معايا غادي تشوفوا الجراد كيفاش كيمشي للتيران. غنصور لكم الجراد كيفاش كيمشي للتيران، كيفاش كيزاف وكلشي. وخليكم معايا كما كتعرفوا هذه 6 ونص، والجمهور ديال الرجاء معروف عليه كيجي بكري للتيران، وبدا الجمهور كيحج بكري للتيران. حنا دابا في شارع سقراط ومازال غاديين. هذا الشارع هذا هو اللي كيدي ديريكت هما المكانه، وكاين انا اليوم مع الرياح في المكانه، غادي نريح في الدريبي ان شاء الله. وخليكم معايا. لا 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 لا، جينا من هذه الجهه ديال المكانه عامر. جوا تمر الجمهور بزاف ديال المسائل. ايفوالا الاخوان، وصلنا دابا الجهه ديال التيران. جيت من جهه المكان، ما خصنيش ندخل من هنايا. الدنيا عامره، الفراش كلشي كيجي ليه، الدنيا عامره، الناس كتقطع، كلشي زاهي، كلشي جيران كيجي كيدخل بكري. فوالا الاخوان، دوزنا البواب الاولى اللي صعيبه. تيران تبدل، هي ديرو تبدل صافي لونطون ما جيت. دابا خصك لاكارت ناسيونال من واحد الناحيه زوينه، يعني قصيرين ما بقاوش كيخليهم يدخلوا التيران. ومن واحد الناحيه اخرى فهمتي، يعني زيرو شويه، مي سي بون الحمد لله، كلشي دايز بخير وعلى خير. وحنا غاديين، الجمهور ها هو غادي، والجراد، وان شاء الله دابا غادي نمشيو نقلبوا على لازون من حنا داخلين. وغادي باش نقلبوا على لازون من حنا غادي ندخلوا، حقاش انا عندي تريبيل، وابخي نشوفوا امور كيفاش دايره. ونصور لكم مازال كيفاش كيدخل الجمهور هنا، نشاور شويه من المكانه. وابخي كورفة السود. حنا دابا قربنا التيران، وهادي الكورفة، كورفة السود، المدرج الجنوبي اللي كيدخل ليه الجمهور ديال الرجاء هنايا. واليوم جي الجمهور بزاف كثرة، ماتش غير ديال جديدة وجا الجمهور بزاف. خليكم معايا. اي فوالا الاخوان، انا عندي الزون 2 وقيله من جهه الوداد، فهمتي؟ التريبيل ديال الوداد من الجهه الاخرى. واما الجراد يتكاتف على الملعب، كلشي غادي، كلشي. نمشيو للزون 2، نقلبوا دابا على الزون 2، هذا الزون 5. اي فوالا الاخوان، على السلامه ديالنا. يلا تسلم البوابه اللي كتدخل تيران. تيران تبدل، هي ديالو تبدل. ودابا دخلنا تيران، دابا ان شاء الله غادي ندخلوا. اول طلعه غادي نطلعوها، شوفوا الفيديوهات كيف جديد. ها هي لونطون ما جيتش تيران. اول كوربا، كلشي خليكم معايا، مازال غنصور لك بزاف. دابا شدينا الكوان ديالنا، شدينا واحد البلاصه زوينه، فهمتش؟ باش ما بقاش دابا بلايص اخرين كلشي كيتفرج واقف. هنا جيت حدا سميتو هنايا، كاين هاد الحيط هذا، ما كاين حدا الباب، ما يمكنش شي واحد يبقى واقف. ودابا حنا كنتسناو في الماتش، الماتش باقي عليه تقريبا شي ساعة ونص بحال ما هكا. وحنا زايد
الجمهور كاين عليهم كيسب فيهم وكنتمنوا ان شاء الله باش يربحوا اليوم وباش يفرحونا وان شاء الله باش يستمروا يشدوا الصداره ان شاء الله باش يديو لينا البطوله يفرحونا. خليكم معنا
اللعبة وتقول فزايا. كوميم هنا في التريبيل كوميم زوين زوين زوين. إلا الإنسان بغا يجي التيران سينو يجي التريبيل سيرتو إلا كان الإنسان ترونكي من الأحسن يجي يتفرج التريبيل. دابا سالت بروميير ميطا إن شاء الله خصنا نمشيو دابا ندخلو باش نبدا دوزيام ميطا ونتفرجو فيها. وكنتمناو من الفريق ديالنا يأدي على الأقل يأدي فهمتي هالأداء فهمتي نشوفو الأداء نستمتعو شوية. جات النتيجة هي هاديك ما جات ما كاين حتى شي مشكل. راه بروميير ميطا داز اش نقول لكم راه نتيجه كارثيه ما كان لا اداء لا حتى شي حاجه. وكنتمنوا الدوزيام ميطا من الدوزيام ميطا دوز زوينه ان شاء الله. وخليكم معنا الدوزيام
89 دابا بقى واحد الست دقائق خرج انت مالك شكون لك انت ما تكون انت من عندك انت كتفرق فريق الرجاء البيضاوي. هذا واحد الميساج من الناس المسيرين رئيس المكتب المسير ديالو اللي بصراحه رشيد عامر حشومه يلعبوا في الرجاء وحق الله راه الفرصه الحمد لله ديما ديما رجاء وانتصروا وخليكم معنا في فيديو اخر جديد وغادي نخليكم مع اخر اجواء المباراه وتشاهد المباراه والحمد لله انتصروا 2-0 ديما ديما رجاء واحد نهائي والثاني جديده الثاني مخصوص